تقرؤون هذا الأسبوع على radiosawa.com كيف تمسح تاريخك الشخصي على جوجل؟ هل تعلم أن جوجل يسجل كل عمليات البحث التي تقوم بها؟ هل تريد أن تمسح الأرشيف حتى لا يسقط بيد القراصنة؟ افتح هذا الرابط. وعلى موقع راديو سوا أيضا اقرأ هذا الموضوع المثير، 10 أماكن سرية لا تظهر على خرائط جوجل. يوفر جوجل تقنية متطورة تساعد على التعرف على الأماكن، غير أن محرك البحث الأشهر في العالم يخفي عنك عدة مناطق سرية حول العالم. افتح أيضا هذا الرابط واكتشف هذه الأماكن السرية. في دقيقة تعرف على مميزات ساعة أبل الذكية وشاركنا برأيك. افتح هذا الرابط الظاهر في الشاشة وتعرف على خصائص أبل ووتش. نلتقي الأسبوع المقبل.